بعد المناشدات لتحسين وضع المخيم الإيواء في شميرين، قامت منظمة الورد فيجن بتأمين عدة خدمات للمخيم، من الخدمات فرش الطرقات من البحص وتأمين الحاويات وتأمين المياه للمخيم، وقاموا ببناء كتل حجرية للحمامات ومناهل المياه، وتم تمديد صرف الصحي لجميع المخيم إلى داخل الخيمة، وتم بناء مطريات لسيول الأمطار في الشتاء، والحمد لله رب العالمين تحسن وضع المخيم 80%، ولكن بحاجة لإنارة ليلية وسياج للمخيم حتى النازحين تأمن أكثر، يكون موجودين في أمان من السرقات أو غيرها. يا اخي كنا وضعنا تعبان جدا جدا بالمخيم، وهلا الحمد لله صار وضعنا منيح وممتاز، صاروا حمامات جديد، الطريق مبحص صار نظيف، صاروا عملوا لنا مطريات، حطوا حوايا، زبطوا الخيام، زبطوا كل شيء عنا الحمد لله.